أول حاجة العمليات الإرهابية اللي طبعا أشهرها أو أكبرها حوادث 11 سبتمبر، بس أكتر من كده كمان الحروب في العراق وأفغانستان، أكتر من مليون مدني مات بسببها في البلاد دي، وآلافات الأمريكان كمان. فنسبة العنف اللي حصل ما بين أفراد في العالم الإسلامي وأمريكا بقت كبيرة جدا، أكتر من 50 سنة اللي فاتت. ظهور أو بروز ما أصبح يسمى بالإسلاموفوبيا أو معاداة المسلمين إلى آخره في كثير من البلدان الغربية، ورأينا أمثلة عديدة في هذا السياق. الإسلاموفوبيا أخذت أحيانا أشكال فعلا عدائية وتصل في كثير من الأحيان إلى أفكار عنصرية بالأساس. الإسلاموفوبيا أو العنصرية ضد المسلمين والإسلام سببها أسباب كثيرة، أعتقد أن هي تتحل بالحلول السياسية وكمان بالتعليم، بالفهم، فهم الإسلام وفهم المسلمين على حقيقتهم، مش بس الإرهاب بيقول إيه أو المتطرفين بيقولوا إيه عنهم. في هذا السياق والجدل الذي أحدثه مثلا بناء المركز الإسلامي قرطبة وبالقرب من جراند زيرو، يعني هذا جدل كان أمريكي أمريكي، حتى أن الرئيس أوباما كان تدخل وزكى بناء هذا المركز، وتلقى انتقادات كثيرة خاصة من معارضيه الجمهوريين إلى آخره وفئات من المجتمع الأمريكي. كيف فعلا عشت أنت أيضا كمستشارة للرئيس في هذا الشأن هذا الجدل؟ هو الجدل ده هو سببه أن بعض الناس بيحاولوا يقولوا أن المسلمين حتى لو كانوا أمريكان جزء من العدو، فدي فكرة طبعا خطر جدا، وهي خطر أولا لأمريكا، مش لأي حد تاني، خطر عشان لو فهمنا أو لو الفكرة دي كبرت إن في يعني عدوة ما بين الأمريكان أو أمريكا والإسلام، الشباب المسلمين الأمريكان هيحسوا إن هم لازم يختاروا ما بين الاثنين، يا إما الإسلام يا إما أكون مسلم يا إما أكون أمريكي، وده اختيار خطر جدا، عشان لو اختاروا وبعضهم هيختاروا الإسلام فوق أمريكا، فهيحسوا ان هم البلد نفسها بلدهم العدو، ودي مشكله على امريكا وخطر طبعا برضو على المجتمع الاسلامي. الشخص ده اللي في فلوريدا اللي كان هيحرق القران، واحد يعني ما عندوش ناس كتير بتتبعه، عنده مثلا 50 واحد بس في الكنيسه بتاعته، وكل الناس حتى المسيحيين اللي زيه أصدروا كلمة أو أصدروا بيان بيقولوا إن هم ضد اللي هو بيعمله، فهو شخص مش بيمثل فعلا، ما بيمثلش المجتمع الأمريكي، ولكن الدناء أهمية كبيرة جدا، لدرجة إن ناس في أفغانستان وعندهم مشاكل كبيرة، عندهم يعني حروب ووجوع وحاجات كتير، عملوا زي مظاهرة وناس فيها ماتت. فلازم نعرف يعني إن الإعلام عليه مسؤولية كبيرة. Who speaks for Islam أو من يتحدث باسم الإسلام، وهو الكتاب الذي ألفته مع الأستاذ جون أسبوزيتو من جامعة جورج تاون بواشنطن، ترجم إلى لغات عدة، كانت آخر ترجمة له هي اللغة الصينية. هل يمكن أن تضعينا في سياق هذا الكتاب؟ هو الكتاب يعني بيجمع إحصائيات عملناها من 2001 لغاية 2007 في العالم الإسلامي، بنسأل الأسئلة اللي كل الناس عايزين يعرفوها، إيه رأي المسلمين في الغرب؟ إيه رأي المسلمين في الديمقراطية؟ إيه رأي المسلمين في المساواة ما بين الرجل والمرأة؟
فبدل ما حد يتكلم باسم المسلمين أو باسم الإسلام كشخص، إحنا عايزين نخلي المسلمين نفسهم، الشعوب، الناس العادي، الناس العادية، راجل وامرأة الشارع، يتكلموا بنفسهم. فعملنا إحصائية، أكبر إحصائية اتعملت في التاريخ، فأكثر من 40 دولة بنسأل الناس العادية إيه رأيهم في المواضيع دي، وخدنا كل البحث ده وكتبنا الكتاب ده اسمه من يتكلم باسم الإسلام، معنى العنوان إن إحنا عايزين الناس نفسهم يتكلموا باسمهم بدل ما نخلي حد تاني يتكلم باسمهم.